الحلم صار حقيقة. خلونا نشوف كيف محيي راح يشارك حلمه مع صديقه. الفائز الأول برحلة لحضور مباراة ربع نهائي كأس العالم في قطر هو محيي من محافظة نابلس. توجه محيي لمقر الشركة ليبلش الإجراءات اللازمة. محي بالبداية ألف مبروك، أنت عارف أنه أنت ربحت رحلة لقطر شمل كل التكاليف لحتى تحضر كأس العالم. وهون صار الوقت ليعرف أنه بيقدر يختار مرافق لرحلته. محي حابة أحكي لك إشي، أنه جوائز شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا كابي ما خلصت لهون، في كمان حتى رح يكون مرافقك في هاي الرحلة. بدي منك هلأ تختار شخص معين عشان نتصل فيه ونشوف هو وين موجود. اختار شخص يعني؟ اي واحد؟ اي واحد حابب يكون معك بهاي الرحلة. شو بعرفني هسا؟ افكر، خذ هيك دقيقة. مين رح تختار؟ شاب صاحبي. هو موجود هون او قريب؟ هو معي تحت، اجى معي. محي متوقع انت كيف رح تكون ردة فعله لما يعرف انه انت اخترته لحتى يكون معك ويحضر كأس العالم؟ راح ينبسط، هيك رح ينصدم مثلك. ينصدم اول مره، اول مره ما يجوز يسافر. طيب خلينا نروح نجيبه من تحت حتى نشوف كيف ردت فعله. ماشي. اتوجه الطاقم للمرافق وخبروه انهم بدهم يحكوا معه بموضوع معين. وهون كانت المفاجاه. كيف حالك؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ الحمد لله. معتز انت ايش بتعمل هون؟ جاي معها موصله هون صاحبي. طيب معتز، حابين نحكي لك انه محيي اختارك لحتى تكون رفيقه بهاي الرحله وتحضر معه كاس العالم. الف مبروك. الف مبروك لمحيي ومعتز واللي ربحوا تذاكر لحضور مباراه ربع نهائي كاس العالم في قطر. صدق اللي ما بتصدق بتحقق.